بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة بوش، عن أو أي غسالة أيا كانت. فيه طبعا واحنا لسه بنركبها في حاجة اسمها مسامير التثبيت بتاعة الغسالة. طبعا المسامير دي لو موجودة تعمل لي مشكلة أصلا في الغسالة. طبعا المسامير دي مهمة جدا نفكها. لو أنا سبت المسامير دي تعمل لي إيه مشكلة أصلا في الغسالة؟ تخبيط. طبعا بنزل دي لتحت كده. طبعا دي غسالة بوش أصلا. هم أربع مسامير، ترتيب الأربع مسامير. هو في الغالب أي غسالة بتيجي يبقى معاها أصلا المفتاح بتاع الإيه؟ المسامير دي. كده مكتبه المسامير، كده حررنا الحاله انها تشتغل براحتها. طبعا لو سيبنا المسامير دي الغسالة تشتغل تبقى متكتفه، ممكن تكسر اصلا نفسها من جوه، فيفضل لازم نفك المسامير دي قبل اي تركيب اي غساله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده عن الغساله اللي هي البوش، اللي هي ال 8 كيلو. هنشرحها ان شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط باذن الله. طبعا دي البروجرامات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وده الدرج بتاعنا. طبعا دي الاوبشنال بتاعتنا، ودي الحالة الاستانلس بتاعتنا زي ما احنا شايفينها اهي. ده الموديل والسيريال نمبر، ده الموديل بتاعها. هنشرح ان شاء الله، يكون شرح سهل وبسيط باذن الله. بالنسبه لنظام التشغيل، اول حاجه عندي في فلتر اهوت تشغيل غسالة. في الفترة كل شهر او كل شهرين باجي على الفايس ده، الاول هجيب الطبق يكون الحرف بتاعه قليل، افك الفايس كده وانزل. طبعا هي كانت فيها ميه اختبار، او ما انزل الميه بس انزلها فين؟ في قلب الطبق. ليه؟ عشان ما نغرقش المكان اللي احنا ايه الغساله محطوطه فيه. تمام، ده بالنسبه للفايس ده. بعد ما بنزل الميه في الطبق بعمل ايه؟ بقوم فاكك الفلتر بقى شمال شمال كده، بنسى طبعا بفك الفلتر شمال زي ما انتم شايفين. طبعا ايه لما باجي افكه بينزل ميه. ليه؟ لان ما صفيتش الميه خالص. بفك الشماعة اخرجه بره، اي دبوس اي زبار اي رصب ولا حاجه بنضفها كويس. تمام، الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره. بركب الفلتر اول خالص اهو، بركبه ايمين. لما بربطه بربطه يمين، مش لازم اربط جامد قوي عشان لما اجي افك برضه يفك معايا بسهوله. واقفل ايه الباب بتاع. الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره. بالنسبه للمسحوق بتاعنا، بحط هنا تلات ارباع كميه المسحوق، بحط هنا ربع كميه المسحوق، بحط هنا اضافات دوني، معطر، ملين، مرطب، اي اضافات ايا كان. التلات ارباع والربع اضافات لازم يكون مسحوق اوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لان يعني المسحوق العادي بيعمل رغوه عاليه ممكن يحرق لي الماتور وممكن ياثر على البورده. اما جسم البورد ده مش هيتسحب معايا، لازم اضغط على علامه الصبع اللي هي البوش اهي، اتك عليها كده بتبدا تنزل لتحت، يخرج معايا البورد. اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها من جوه برضه نفس القصه. كل ما اجي انضف الدرج انضف ايه الفلتر، واركب الدرج بتاعي سهل خالص مش قوي. تمام، في ست بنت تقول لك ايه انا كتر المسحوق عشان لازم تطلع انضف. لا، اي غساله الباب بتاعها من قدام اوتوماتيك كامل، معروف ان هي من اقل مسحوق اصلا بتنضف، فمش بكتر المسحوق بنضف الملايين، كتر المسحوق ده اصلا بيأثر لي بالسلب على الحاله الخارجيه بتاعت الغساله. ممكن يعمل لي بالي، ممكن يعمل لي بقع اصلا في الملابس شده المسحوق، زائد ان ممكن يبوظ لي الدرج، ممكن يعمل لي برومه هنا لان المسحوق كتر المسحوق بيعمل رطوبه، فانا احط المسحوق المعقول. تمام، ده بالنسبه للمسحوق بتاعنا. بالنسبه للملابس، بفتح الباب بتاعي، الكاوتشه دي تحت الكاوتشه ب 5 سم 6 سم مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيدش، او قبضة ايد اهي بحيث قبضة ايد مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي ومن تحت نقل ما نزيدش. البطارية الكبيرة لا، الحاول فايبر الكبير برضه لو حملنا الغسالة، ممكن البطارية الصغيرة بتاعت الأطفال أو الحاول فايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما احطش دفايتين اتنين كبار مع بعض، ما احطش اتنين كوفرتا كبار مع بعض، حملنا الغسالة. كوفرتيه واحده كبيره او دفايه واحده كبيره، ممكن احط دفايتين صغيرين بدور اطفال او اتنين كوفرتا بدور اطفال.
او دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، لكن ما ينفعش احط كوفرته كبيره ومعاها كوفرته صغيره. ليه؟ لان الكوفرته بتبقى تقيله شويه لما بتشرب ميه، فهي يبقى كوفرته واحده بس كبيره. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره كلها، هنعمل ايه؟ في كيسه بسوسته كده عامل زي شبكه الكوره، بتنباع في محل ادوات منزليه، بجيب الكيسه دي بحط فيها الشراب او المنديل. ليه؟ اثناء التكييف السرعه العاليه بتاعت الغساله ممكن الشراب او المنديل يقوم داخل من الحاله الاستانلس والحاله الخارجيه، يعمل لي مشكله في الغساله، فيفضل ان انا استخدم الكيسه دي من الشرابات والمناديل والحاجات اللي صغيره. دي من الامور الوقايه. كده الملابس عندكم فيها مشكله؟ هو تقريبا الغساله بالتحديد تقريبا تلتينها ملابس والتلت فاضي، عشان تنضف معايا كويس مش حمل على ايه على الغساله. بالنسبه لنظام التشغيل، طبعا هي جايه على الاوف هنا واقفه، اول ما اضغط بعمل كده جات لي على برنامج اللي هو القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغساله. لو ضغطت ستارت اللي هو الاوكي تاكيد تشغيل، هتبدا الغساله تشتغل، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن، يعني ضغطت ستارت كده هيبدا الغساله تشتغل. لو انا عايز بقى برنامج تاني غير القطن اعمل ايه؟ الغساله مطفيه، بقيت غسالتي بجيب القطن، طبعا ما بروحش عند ستارت، بقلب اهو كده قطن الايكو، القطن الموفر او القطن الملون او القطن الاصطناعي اللي فيه الياف صناعيه، اللي هو فيه نسبه الياف صناعيه. عندنا الايزي كير اللي هو السهل بتاع الاطفال، يعني بس البسيطه بتاعت الاطفال. الول اللي هو الاصواف. الكويك اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضيه، الحاجات البسيطه او الحاجات اللي مش متسخه او نسبه عرق ولا حاجه. ميكس اللي هو الخليط، جنسيات، عرقطان وهكذا، حتى مكتوب هنا ايه؟ غسيل متنوع. هنا اللي هو الستاير، دي مكان الديليكيت اللي هو الحراير، ستانات، شيفونات، الحاجات اللي هي الضعيفه او الحاجات اللي هي ما تتحملش حركه شديده. رنس زائد سبن زائد درن، لو انا غسل بره وهي الغساله تشطف وتعصر وتطرد فقط، فبستخدم ايه؟ رنس زائد سبن زائد درن. رنس يعني معناها شطف، سبن اللي هو العصر، درين اللي هو الطرد، اللي هو طرد المايه يعني. عندي توب كلين اللي هو تنظيف الحوض كل شهرين او كل 3 شهور، بجيب ازازه خل صغيره او نص ادخل كبيره وبصبها في قلب الايه؟ الدرج بتاعي. احطها هنا، هحطها هنا، مش اي مشكله. واقفل الدرج بتاعي واضغط ستارت، تبدا الغساله تسحب ميتها، تغسل نفسها، تشطف نفسها، تصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. ده نظام صيانه الغساله كل شهرين او كل 3 مره، هي دوره الخام. عندي هنا الديليكيت برضه، هو عنده حراير، ستانات، شيفونات، الحاجات اللي هي الضعيفه او الحاجات اللي ما تحملش حركه شديده بالنسبه للغساله. الديوبت اللي هو اللحاف بس هو فايبر الصغير بتاع الاطفال، او الكوفرتيات او الدفايات او ما شابه ذلك. السبورت وير اللي هي الملابس الرياضيه. دارك اللي هي الملابس الداكنه اللي هي الملابس السوداء الغوامق يعني. شيرت اللي هي القمصان اللي هي الملابس البسيطه اللي هي مش متسخه او نسبه عرق ولا حاجه. لارج بلاس اللي هي حساسيه زائده، الملابس اللي هي متصله بجلد الاطفال مباشره، الملابس الداخليه او زي نظام تعقيم كده للملابس، ممكن برضه ملابس مش اطفال بس، ممكن اي ملابس عاده عامه اللي هي الداخليه. وبعد كده الاوف اللي هو ايقاف الغساله. طيب انا خدت برنامج القطن اللي هو الرئيسي، في عندي التمبريتشر درجه الحراره، جايبه درجه الحراره اصلا بتاعت البرنامج كام؟ 40 درجه. لو انا عايزها 30 درجه حراره، لو انا عايزها 20 درجه حراره، لو انا عايزها كولد، العلامه دي علامه الكولد اللي هو البارد، لو انا عايزها على البارد، لو انا عايزها 90 غليان، لو انا عايزها 60، زي ما انتوا عايزين. في بعد كده عندي اللي هو التكفيف، السبن اللي هو التكفيف اللي هو اللفات الدوران. لو انا قمت عامل كده جايبه لي كام؟ الدوران بتاعها 1200 لفه، اللي هو اعلى حاجه فيها ب 1200 لفه السرعه بتاعتها في الثانيه. لو قمت عامل كده 1200 قامت مداني 1000 لفه، لو انا عايزها 1000 لفه، لو انا عايزها 800 لفه، لو انا عايز 600 لفه اقل في التكفيف، عايزها 400 اقل، عايز مش عايز حاجه خالص اللي هو نص بين بدون عاصل اللي هي دي، يعني لما تبقى اصفار كده كده 400 لفه، نص بين بدون عاصر كده اللي هي ايه؟ ال 1200 بقى انزل اطلع زي ما انا عايز. في عندي هنا التايم دي اللي هو تاجيل التشغيل. احنا مثلا وليكن هنشغل الغساله الساعه 10 بالليل، وليكن مثلا دول هيبقى ساعتين، يعني معنى كده الغساله هتبقى هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل الغساله واقفه من اول الساعه 12 بالليل لحتى يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8. بالذات في الصيف هاجي اخرج الملابس هلاقي الملابس ريحتها مش كويسه، في نقطه هتفيد حاجه اسمها التايم دري او الدريس تقدر تاجيل التشغيل تقريبا كده مثلا هتنام كام ساعه تقريبا يعني.
8 ساعات. 8 ساعات هجيب مثلا برنامج القطن هو الرئيسي بتاعي واجي عند ليه. بسم الله انت عندك مش شغال. لو انا عندي مثلا قلنا 8 ساعات هقوم اقلب اهوت. خمس ساعات، خمسة اتش على خمس ساعات تأجيل، سبع ساعات تأجيل، تمن ساعات. لو انا ضغطت ستارت عشان مش هشتغل الا قبل التمن ساعات بوقتها، يعني هي لو وقتها ساعتين الساعة الستة هي هتشتغل الساعة التامنة، هفتح عيني من النوم هلاقي ايه الغسالة مخلصة معايا، انا مخلص نومي مخلص الغسالة، هاجي اخرج الملابس بتاعتي هلاقيها فريش مفيش اي مشكلة. ده اللي هو التايم، ده اللي هو تأجيل التشغيل. لو انا عايزه بختاره مش عايزه خلاص. لو انا مسافر، لو انا في عمل برضه وعايز اعمل كده بعمل الحركة دي. طيب في بعد كده عندي هنا ايه اللي هو از لورن اللي هو تكفيف للكي. لو انا عايز برضه اختاره بختاره اللي هو تكفيف للكي. في عندي هنا الووتر رينس اللي هو ايه شطفه زياده، عايز ازود الميه بتاعه الشطف ولا حاجه بقوم قايد كده ودي كده شطفه زياده. وده اللي استطاع تاجيل التشغيل. تمام. دايما اخلي فارق ما بين كل دور والتاني ساعتين راح الغسالة، او اشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم او كل يوم دور. لو اشتغلت اصلا كل يوم دور مش عندي غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين وعامله كله في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول يبقى احسن وافضل يعني. طبعا عشان كنت واخد 8 اتش هي الغسالة مش هتشتغل الا ايه قبل 8 بوقتها هي. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقلب. بسم الله ساعة كده تمام. كده اقدر اشغل غسالة عادي. هنسحب هتسحب هي مية دلوقتي. لازم نخلي فرق بين كل دور على الاقل ساعتين زي ما احنا اتفقنا، او الدور اول يوم ودور اخر يوم او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش عندنا غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين او عامله كله في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول هيبقى احسن وافضل سواء بوش او غيرها اي غساله ايا كانت. وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي عشان خاطر لو كهربا جت عاليه كهربا جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البرده مع المدى البعيد ساعتين ثلاثه قدام ما يبقاش في مشكله. هي تسحب ميه دلوقتي. هي كده باعتبار انها بتوزن الملابس عشان تاخد الميه. طبعا هي 8 كيلو 8 كي جي. كل الحركة دي اللي كلها حركة ميزان توزن عشان خاطر تبدأ ايه تاخد المياه بتاعتها وتحدد الطين بتاعها. اللي انا بعمله ده القفل بتاع الاطفال عشان الاطفال ما تلعبش في الغسالة. ده علامة القفل اهي. عشان افك القفل كده بدأت تسحب مية. كده المياه بتاعتها زي ما احنا شايفينها اهي بدأت تنزل في الغسالة. تمام. عشان القفل بتاعي زي ما احنا شايفين قفل احمر اهو، اول ما بتك على دوام تاني كده هفك القفل لو انا عايز افكه. كده انا فكيت القفل بتاع الاطفال. ده هو بقى القفل بس ده بتاع الباب، القفل علامه القفل اللي فوق دي بتاعت الباب، الباب مقفول يعني. ولكن قفل الاطفال اهو الاثنين دول مع بعض كده اللي هو عدد اللفات وال ودي انا اهي كده عملت القفل اهو. ده كده قفل الاطفال. عايز الغيه بنفس الطريقه الاثنين مع بعض بلغي الاي سي ال اللي هو كلوز او الشيلد لوك اللي هو القفل يعني. كده لغيته. كده بقى تسحب تسحب ميه. كده السحب بدأ يستمر اهو معانا. اهم حاجه نخلي بالنا من الموضوع كتر المسحوق ما نكترش مسحوق. تاني حاجة إن إحنا ما نكترش ملابس، لو الاتنين دول خدنا منهم إن شاء الله الحاجة الغسالة بتاعتنا تبقى كويسة ميبقاش فيها أي مشاكل. والغسالة يا ريت ما تشتغلش في الحمام، أي غسالة في الحمام تبوظ بسرعة. كل ما الغسالة بعدت عن الحمام تعيش معانا أكتر.
مثلا المصاريف 4 زي ما احنا شايفين دلوقتي، وعايزين نصرف المصاريفها ازاي بقلل اهوت، هجيب ايه اللي هو رينس زائد سبين زائد درين. هقوم جاي عند العائد اللي فات اهوت، هجيب مثلا اقلب هقوم جايب له سبين واقوم ضغط ستارت. في خلال 9 دقايق كنت اقدر اعمل غيار الحجم زي ما احنا سامعين كده، صوت الترومبه بدا يشتغل اهوت كده، الغسيل بدات تصرف كده، اطمنت على طرد الميه. استنى لو في حاجه عندكم قولوا، فاسف سهل مطلوب بركه.